يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض شوربه كتير سريعه وسهله، اللي هي شوربه الرز مع الفروج، بس انا رح اعملها بالصلصه الحمراء. اليوم عندي هون فروج كامل، تقريبا هذا بيطلع 2 كيلو، وعندي كاسه لهيك انا مستخدمه كاسه كبيره من الرز. عندي هذا الرز، هو الرز القصير، الرز المصري بيكون افضل للشوربات. تقريبا 3 معالق اكل من دبس البندوره، ممكن انتم تحطوا زياده او اقل حسب ما بتكون انتم. فلفل اسود نص المعلقه، وعندي ملح اللي بدنا حسب الرغبه، وكمان ورق غار مستخدمه، وقرفه. انتم شو بتحبوا تحطوا، ممكن تحطوا قرنفل، ممكن تحطوا هيل، حب هيل يعني كمان بيصير، وحبتين من البصل. هاي هي كل المكونات. هلا بدنا نروح نسلق اول شيء الفروج. طنجرة على النار حطيت 3 معالق تقريبا من الزيت، بدي اقلي الفروج شوي قبل ما احط عليه المي واسلقه. بحطها هيك مثل ما هي وبغطيها وبتركها يعني 10 دقائق بس، بقلبها هيك وهيك، وبعدين بدي اضيف عليها المي. هلا بقلبها للجهة الثانية. انتوا اذا الاسهل عليكم انكم تقطعوها للفروج كمان بيصير، يعني قطعوا. نحن هلا بس بدنا نقليها شوي صغيرة، لانه بعدين بدنا بس نسلقها نقيم كل العظم اللي فيها، فالاسهل لكم بتحبوا تقطعوها بصير كمان قطعوها وقلوها شوي صغيره. بعد ما تحمرت عندي الفروجه رح احط المي لغمره تقريبا، بس انا هلا رح ارجع احط مي كمان، بس اقول لكم شو بدي احط كمان معها. هلا نحن وقت قليناها هيك ما حتلاقوا يطلع لها زنخه كثير مثل وقت بتكون حاطينها نسلقها مباشره. بحط البصل، وبتعطي طبعا زكاوي اكثر وقت بتتأمر هيك. مثل ما قلت لكم انتم فيكم تحطوا قطع الدجاج، يعني بتقطعوه ما بتخلوها مثل ما انا تركتها هيك، بس انا الاسهل بدي اسلقها لانه بدي قيمها كلها واقعد بعدين قيم العظم منها، فتركتها مثل ما هي. هلا بحط ورق الغار وبحط البصل والقرنفل وكل المطيبات اللي عندكم، بس ما تحطوا ملح. نص عمليه الاستواء بنحط الملح حتى تستوي معنا اسرع. هلا انا بكفي مي غمره وبتركها لحتى تنسلق. انا عندي الدجاجة استوت، وحتى اجيت اطالعها ليكو كيف صارت يعني تفصل عن بعضها. رح قيم هلا الفروج لحتى قيم منه العظم. نحن بهمنا نحطه مع العظم حتى ناخذ زكاوة العظم. ممكن تعملوا انتم بس بصدر الدجاج، بس الاطيب والازكى انه نحط الفروج كامل يعني هو مع العظم. بدي اقول لكم بس ملاحظة، انتم اذا ما عندكم مشكلة يكون العظم موجود، فيكم تحطوا الرز مباشرة لما حطينا الفروج، نحطهم مع بعضهم ونسلقهم سوا، بس انا لانه بدي اتخلص من العظم حطيتهم بهالشكل هذا. كمان هلا رح صفيهم، اتخلص من كل ورق الغار واللي حطيناه هون قبل شوي، حتى البصل بيكون اخذ شوي زنخة، بدي قيمه كمان بهالشكل هذا، وبعدين بحط الرز لحتى ينسلق بالمرقة نفسها. رح احط هلا الرز لحتى ينسلق. انا مكثره رز، حطيت كاسه لانه هي ما بتكون مثل الشوربه، شوربه الرز اللي بتعرفوها بتكون يعني كثير المي اكثر من الرز، لا هي بتكون ثقيله، يعني بتلاقوا حب الرز ومع المرقه اكثر من الشوربه العاديه. هلا انا المي ما كثرت لانه طنجرتي كثير كبيره، رح تلاقوا انه اذا غمرتها للدجاجة رح احط مي كثير، فانا حطيت للكاسة الرز حطيت تقريبا شي 7 كاسات من المي. ممكن هلا بعد ما يستوي الرز نشوف اذا احتجنا مي بنحط مي غلي. يعني الرز عندي استوى، شايفين نسبه الرز بالنسبه للمي قد ايه؟ يعني مثل ما قلت لكم هي الشوربه بتكون ثقيله، يعني بيكون الرز فيها كميته منيحه. هلا انا رح اضيف دبس البندوره، انتم فيكم تزيدوا او تقللوا الكميه اللي انا حطيتها حسب ما بتكون انتم، وبحط الفلفل الاسود وبتركهم يغلوا كمان شوي بس لحتى تحل هلا شوي دبس البندوره هيك بهالشكل هذا، وبضيف كمان اللحمه بعد ما قمت منها العظم والجلد كله هذا انا قمته، بخليهم يغلوا مع بعضهم شوي شي ربع ساعة لتعقد البندورة منيح، بتكون هيك الشوربة عنا جاهزة. الشوربة عندي صارت جاهزة، رح ارجيكم كيف. شايفين كثافة الرز بالنسبة للمرأة يعني اكثر من العادي، مو ما بنحط كمية قليلة. انا نسيت لكم انه انا حطيت ملح بنص عملية الاستواء وقت كنت عم بسلق الفروج، بس هلا بعد ما تحطوا كامل الكمية لأنه بدكم تحطوا دبس البندورة وكمان هذا مالح، فأنا رح أحط هلا شوي صغيرة كمان لأني دقتها لقيت إنه ملحة قليل.
بحط شوية صغيرة بس وبطفي تحتها، وبضيف عليها بقدونس. هذا ما ذكرته أنا بالمقادير، كنت حاططه على جنب. هذا اختياري، اللي بيحب يحطه بيحطه، بس هيك بهالشكل يعني، ما بنطبخه معه. بعد ما بنطفي تحت الطنجرة بنحطه. شوربتنا هيك صارت جاهزة. طبعا هاي الشوربة تعتبر وجبة لحالها، لأنه كمية الرز فيها كتيرة، مو مثل باقي الشوربات مثل تبع الشعيرية أو الرز اللي بتكون قليل فيها الرز. بيعملوها طبعا للولدان جديد، او بيعملوها مثلا بايام الشتويه للي بيكون مرشح. كمان هي بتنعمل يعني كثير كثير مفيده ومغذيه. بتمنى يكون عجبكم شغلنا لليوم. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.